بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. هلا بالفيديو اليوم إن شاء الله تعالى راح أشرح كيفية استخدام التطبيق الموبيلز بتاعنا عشان أدفع من خلال الجوال. من خلال التطبيق بإمكاني أستغني عن بطاقة إنه أشيل بطاقة البنك الخاص فيه، فبإمكاني من خلال الجوال بإمكاني أدفع بالماركات والمولات المختلفة. كيف حتكون الطريقة؟ الطريقة راح تكون بكل بساطة، في عندي تطبيق اسمه موبيلز بتسان. طبعا هذا التطبيق هو عبارة عن تطبيق تابع للتطبيقات الخاصة بالبنك مثل الشباركاس أونلاين والبوشتان. طبعا هو تطبيق أكيد راح تتحمله من المتجر، عم بيكون على الشكل التالي: موبيلز بتسالن. هلا عشان نفعله، أكيد أنا كنت من حوالي سنة كنت نشرت فيديو كيفية تفعيل هالتطبيق، بس هلا بعد التحديثات الجديدة اللي صارت على التطبيق صار في بعض الاختلافات، فلهيك راح أعمل فيديو جديد عشان كيفية تفعيل الدفع من خلال الجوال من خلال تطبيق موبيلز بتسالن. هلا بعد ما حملت التطبيق من خلال متجر جوجل، راح نكبس على كلمة فتح الموجود عندي هون على الشكل التالي. كبسنا على كلمة فتح، يطلع عندي النافذة الموجودة عندي هون على الشكل التالي، عم يكون عم يخبروك انه ببساطة وبشكل آمن انه دفع من خلال الجوال. هلا راح اكبس على كلمة لود سكيت الموجودة عندي هون بالاسفل على الشكل التالي بالاحمر، فنكبس على كلمة لود سكيت، يطلع عندك على الشكل التالي عم يخبروك انه الدفع ببساطة، وانه عم يخبروك بامكانك تضيف البطاقة البنكية الخاصة فينك فتكون على شكل بطاقة رقمية. هلا راح اكبس على كلمة فايتا الموجود عندي هون على الشكل التالي، فنكبس على كلمة فايتا، فيطلع عندك على الشكل التالي عم يطلب منك انه الرجاء الموافقة على شروط الاستخدام والخصوصية وحماية البيانات، فراح نكبس على اشارة الصح الموجودة عندي هون على الشكل التالي مثل ما شايفين عنده اشارة الصح، فنكبس على إشارة الصح هيك على الشكل التالي، فتحولت إشارة الصح لخضراء. هلا راح نكبس على كلمة فايت الموجودة عندي هون بالأسفل، وضغط عليها. هلا عم يطلب منك إنه الموافقة على الشروط والخصوصية الخاصة به استخدام بتحليل البيانات والأشروط. هلا راح ننزل لتحت بالأسفل، راح نكبس على كلمة السويتش تيمتين الموجودة عندي هون على الشكل التالي بالأحمر، فنكبس عليها ضغطة. راح يطلع عندك على الشكل التالي عم يطلب منك هون مثل ما شايفين عندي هون، مطلوب منك انه كتابة اسم البنك الخاص فيك، فانت راح تعمل على الشكل التالي: تكتب اسم شباركاسا والمدينة اللي انت موجود فيها، او تكتب اسم البنك الموجود عندك على الكارت الخاص فيك. هلا انا بالنسبة لي راح ادخل اسم راح اسجل اسم البنك شباركاسا الموجود عندي بالمدينة وراح اكفيه. فرضا راح تسجل شباركاسا برلين، هاي الموجود عندي هون على الشكل التالي الكارت الخاص فيني من برلين شباركاسا، فنكبس عليها ضغطة هيك. هلا طلعت عندي على الشكل التالي عم يخبرون انه عشان الحماية الخاصة بهالتطبيق عم يطلب منك انه تدخل رمز، هو عبارة عن رمز البين مؤلف من حوالي تقريبا 6 مراتب. المفروض انك هذا التطبيق انك تحفظه لانك راح تحتاجه لما تفتح التطبيق او لما بدك تدفع من خلال هالتطبيق. هلا راح اكبس على كلمة فايت الموجودة عندي هون على الشكل التالي. هلا مثل ما شايفين عندي هون ابين فيست ليجن، يعني مطلوب مني انه ادخل كود مؤلف من 6 مراتب. هلا انت بالنسبة لك راح تدخل الكود، طبعا الكود المفروض عليك تحفظه بشكل منيح. هلا راح تدخل الكود او راح كفي. هلا بعد ما دخلت الكود على الشكل التالي، دخلته مؤلف من 6 مراتب، فطلعت عندي اللوحة الموجودة بالأحمر على الشكل التالي أبين فيست ليجن، فنكبس عليها ضغطة. هون عم يطلب مني بيتا بيشتيجن زي دي أبين دورش أورنوت إنجابين، يعني مطلوب مني أنه أرجع أدخل الكود اللي دخلته من قبل، المفروض أنك تحفظه مؤلف من 6 مراتب، فنكبس كمان رح نرجع نعيد نفس الكود اللي دخلته من قبل، وبعدها رح أكبس كلمة أبين بيشتيجن. هلا راح ادخل الكود كمان وراح ارجع كفي. هلا بعد ما عدت الكود نفسه رجعت عدته من جديد، راح نكبس على كلمة ابين بشتيجن الموجود عندي هون على الشكل التالي، فنكبس عليها ضغطة. هون عم يخبروك اذا حابب تفعل فتح التطبيق من خلال البصمة، بامكانك تكبس على كلمة يس اكتيفيتيغين، يعني تفتح التطبيق من خلال البصمة، او بامكانك تعمل له تخطي. فرض انا بالنسبة لي بدي اعمل له تنشيط، فضغطة هيك. هلا عم يطلب مني نحط البصمة عشان يصير الكود يفتح التطبيق الموبيلز بالثاني يفتح من خلال البصمة، راح اكبس هيك البصمة. فمثل ما شايفين عندي هون عم يخبرون انه صار يفتح التطبيق من خلال البصمة. هلا عم يطلب مني انه المفروض انه هلا تقريبا الخطوة قبل النهائية، عم يطلب مني انه نضيف كارت البنك اللي على التطبيق، لازم نضيف كارت شباركاسا
على تطبيق البنك، على تطبيق الموبايل بالسالة، عشان يصير فيني ادفع من خلال التطبيق. هلا راح اكبس على كلمة فايتر الموجود عندي هون على الشكل التالي. طبعا مثل ما شايفين عند هون يطلع عندك عدد كبير من المعلومات، الخيار الاول الخيار الثاني. راح ننزل الخيار الثالث الموجود عندي هون فيلكومن، فراح نكبس على هاي الخيار انه عشان انه عم يخبرونه بذهاب النخ كان ديجيتاليغن كارت هنسفون بفوت. هلا عم يطلب منك، راح هلا انا بالنسبه لي راح اكبس على كلمه ديجيتال كارت هنسفون، يعني اضافه الكارت الرقمي، فنكبس عليها ضغطه. هلا كمان راح اكبس على كلمه فايتر الموجود عندي هون على الشكل التالي. هلا عم يطلب منك على الشكل التالي، المفروض انك تكون مفعل ميزه ال NFS. طبعا هي الميزه المفروض انك كيف فيني فعلها. راح نسحب البردايه الموجود عندي هون على الشكل. هلا مثل ما شايفين عندي عم يطلب مني فعل الميزه ال NFS. طبعا هي الميزه موجوده من خلال الجوالات السامسونج. هلا بالنسبه لجوال سامسونج، فراح نسحب البردايه الموجوده عندي هون على الشكل. ننزل هاي الاسفر، راح اشوف في عندي هاي الخيار الموجود عندي هون ان اف اس. طبعا المفروض عليك انه قبل لما بدك تستخدم التطبيق او لما بدك تفعله، المفروض تفتح هاي الميزه الموجوده عندي هون على الشكل التالي. طبعا بامكانك تجيبها من خلال وتفعلها من خلال البردايه، فراح اكبس عليه هيك هيك عشان بعد ما تفعلت راح ارجع على تطبيق الموبايلز بالسهل عشان كفي التفعيل. هلا مثل ما شايفين عنده عم يخبرك انه المفروض عليك انه ميزه الان اف اس غير مفعله، فلازم تفعلها. هلا راح اكبس على كلمة سودين انشتلينجن، فنكبس عليها ضغطة، راح يحولك بشكل مباشر على الميزة ال NFS وعملية الدفع من دون اتصال. فنفعل هاي المفتاح الموجود عندي هون على الشكل التالي، او بامكانك من خلال البردية بعد ما فعل هاي المفتاح راح ارجع برجوع. فبعد ما فعلت ميزة ال NFS عم يخبروني على الشكل التالي، فوتني على اللوحة الموجودة عندي هون على الشكل التالي، عم يطلب مني ادخل البيانات الخاصة بالاونلاين بانكينج، عم يطلب مني ادخل الامن لوجن مع رقم الاونلاين بين. طبعا المفروض هدول البيانات انك تكون حافظهم او موجودين بالوراق اللي اعطوك اياها البنك لما فعلته الاونلاين بانكينج. اعطوك على وحدة من الوراق فيها شيء اسمه الامن لوجن مع البين الخاص بالاونلاين بانكينج. انا بالنسبه لي راح ادخل هي البيانات وراح كفي. هلا دخلت رقم الامن لوجن الموجود عندي هون على الشكل التالي، راح نزل تحت بالاسفل كمان دخل رقم البين كود الخاص بالاونلاين بانكينج. هلا كمان راح ادخله. بعد ما دخلت الامن لوجن مع رقم البين كود راح اكبس على كلمه لوج ان الموجود عندي هون بالاحمر على الشكل التالي، فنكبس عليها ضغطه. هلا عم يحولك بشكل، عم يطلب منك انه اختار، راح يحولك بشكل مباشر هلا على مباشره باتجاه تطبيق البوشتان عشان تعطي الموافقة. فراح نكبس على كلمة بوشتان الموجود عندي هون على الشكل التالي، فنكبس على كلمة بوشتان. هون عم يخبروك انه مش تنزي ايغا اونلاين بانكينج سوداتن شبايشن، عم يخبروك انه انت حابب تحفظ البيانات الخاصة بالاونلاين بانكينج، فاعطي على كلمة يا الموجود عندي هون على الشكل التالي. فمثل ما شايفين عندي هون البطاقة البنكية الخاصة فيني انضافت بشكل تلقائي، وصار هلا بامكاني ادفع من خلال الكارت. هلا بالنسبه لي بعد ما انضافت الكارت، فنكبس على كلمه الموجود عندي هون بالاحمر هنسفوجن، فنكبس عليها ضغطه، فراح يحولني بالاعلى مثل ما شايفين عندي هون عم يخبروني بتكييب زي بوشت اب ابدين او فدراغ فراي. هلا راح نروح على تطبيق الاشعار من تطبيق البوشتان، فنفوت على تطبيق البوشتان، راح ندخل على الشكل التالي تطبيق البوشتان. عم يعطينا على الشكل التالي، راح ننزل تحت بالاسفل، راح نعطيه الموافق على الطلب او فدراغ فراي كيبن، فنكبس عليه هيك نسحبه باتجاه اليمين. عم يخبروك ذهاب دي او فدراغ فراي كيبن. هلا نرجع باتجاه تطبيق الموبيلز بتسالن. هلا راح نرجع باتجاه تطبيق الموبيلز بتسالن، فراح نشوف على الشكل التالي انه البطاقة البنكية الخاصة فيني صارت موجودة على الشكل التالي. صار بامكاني فقط بمجرد افتح ميزة ال NFS الموجودة بالجوال، افتح التطبيق وقرب الجوال الخاص فيني على الجهاز الكاس الموجود باي محل، راح يكون الدفع بشكل تلقائي. فرضا هلا بدي سكرت التطبيق بدي ادفع من خلال هالتطبيق، بكل بساطة افخذ على التطبيق على الشكل التالي. راح يطلب منك على الشكل التالي يا بصمة يا كلمة سر. هلا بكل بساطة راح ادخل البصمة، انا فعلته من خلال البصمة، فراح ادخل البصمة.
هون عم يخبرك اذا حابب تحصل على اشعارات. انا بالنسبه لي ما بدي احصل على اشعارات، رح ننزل لتحت بالاسفل مثل ما شايفين عندي هون. عم يخبرك بهون هي الكارت الخاص فينك الشباركاس، بامكانك عم يخبرك انه هي الكارت نشطه بامكانك تدفع من خلال هالكارت. اكيد اول شيء بعد ما دخلنا كنا بنصرف عنا خيار من البورتاي، خيار من اف اس. بعدها راح نقرب الجوال الخاص فينا على الجهاز الكاس الموجودة بأي بنك، راح يتم الدفع بشكل